عادت رائحة الكبريت الكريهة والدخان الضبابي ليسيطر على أجواء بغداد، حيث اشتكى السكان من انتشار دخان كثيف يغطي المدينة منذ أيام، حيث غطى مناطق شمال بغداد وصولا إلى محافظة ديالى وحتى حدود إقليم كردستان دون معرفة المصدر، مما دفع المواطنين للمطالبة بحلول عاجلة لتجنب الأمراض الخطيرة الناجمة الناتجة عن هذا التلوث. وقد تعود رائحة الكبريت إلى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء. بحسب المختصين، سجلت بغداد لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل 515%. وانا بيجي الدورة الريحة مال الكبريت خنقتنا خنيك. شوف الدخان مالته ريحة كتلتنا كتل. اكو احد صرح شيء بخصوص الريحة مال الكبريت يوميا الصليل والفجر الناس تقعد مفتنقة؟ اكو احد مسؤول يعني شرح شيء صرح شيء؟ نشرونا حتى نفتهم. ما معقولة ماكو أحد حكى عن هذا الموضوع. لا ما حد حكى. الله اليوم نطالب رئيس الوزراء ووزارة البيئة ووزارة التجارة يوزعونا هذا الماسك بالحصة الغذائية وكل بيت عراقي، لأن بين ما جاي يكون حل. مو من ضربة أمريكا ولا من ضربة إسرائيل، من الكبريت الكتنة من معامل الاسفيت وحرق النفايات داخل المدينة محطات الكهرباء، لان بين الدولة ما جات تلقانا حل. وجعونا عاد بس ماسك راح نموت اختنقنا. شنو هاي الريحة مال الكبريت شباب؟ شنو هاي الريحة مال الكبريت؟ ترى البارحة انا نمت بجدر مال ضغط بس حتى اقدر انام نومه بهواء نقي. ما تفتح الشباك انت مخبل، تفتح الشباك تفوت لك الثروه مال العراق كلها تفوت بخشمك. الدنيا مغيمه، غيوم صفرة. ايش راح تمطر عنبه؟ بس فهمونا يعني، مواطن ينام مواطن يقعد عود ماشي خاط من ورا الكبريت؟ هسه على الاقل فهمونا هذا المصدر مال الكبريت منين جانا. بس فهمونا منين جانا هذا المصدر؟ يعني اكو مطعم باليرموك مفتح جديد ويشوي قناوه نوويه، يعني اريد نفتهم احنا. اوكي راح نموت، فهمونا شلون راح نموت؟ عمي احنا صح قلنا لكم نريد حصتنا من النفط، بس ما قلنا لكم خدمه توصيل الخشمي جبتوا لنا الكبريت لهذا راح نموت. هيك حصتنا من النفط اريدها فلوس، ما اريدها كبريت بالجو. يعني ما صدقنا تغير الجو وصار شويه بارد حتى نطلع نغير جو؟ تطلع انت ولك تغير جو وترجع مغير اهلك. اهلك مشوهين من الكبريت، خشمهم كبير، عيونهم صغيره. صدق كذب؟ ولكم مواطن الرئتين مالته صايره شخاطتين. وزارة البيئة وين غيرت؟ فهمنا ايش يصير؟ لو يعني شو بس مخلصيها، اغسل يديك بالصابون بعد التشريب، اكيد نغسلها، هاي معلومة. احنا نريد الكبريت شنو؟ أصدرت أمانة بغداد توضيحا بشأن ما يتداوله المواطنون عن رائحة الكبريت المنتشرة في سماء بغداد. قالت الأمانة في بيان إنها تقوم بمعالجة الحرائق حال حدوثها وتلاحق أي عمليات حرق للنفايات يقوم بها المواطنون لمخالفة ذلك للأنظمة البيئية المعتمدة وما له من خطورة على صحة الإنسان، وهي بذلك تستقبل أي إبلاغات بهذا الشأن من قبل المواطنين لردع هذه الظاهرة ومحاسبة أصحاب من يقومون بإشعال النفايات. أما ردود الأفعال والتعليقات نذهب إليها الآن. نبدأ من تعليق الدوري. ماذا قال الدوري في تعليقه؟ يجب إطفاء مكان انبعاث الاحتراق الكبريتي بأسرع وقت، وذلك لخطورته على صحة المجتمع، حتى وإن توجب على الأهالي والشيوخ القيام بذلك. تعليق من هدى الشمري تقول: كانت عايزة والتمات، خافت كنا حايرين بالجيوب والحساسية الموسمية النوب كبريت. تعليق آخر من ليلى: والله ما تتصوروها شقد مأذيتني حتى تنشاف بالجو، عبالك غبار، الريحة تخنقنا. هاي الريحة هالأيام دا تتكرر، ذكرتني ب 2010. ما أعرف شنو اللي طق بوقتها خزان هيك شي يعني ببغداد، وكلها شردت طلعت من بغداد وأغلب الناس بالإسعافات.
هناك أيضا تعليق من وليد هسه ساعة ب 12:30 و5 دقائق و43 ثانية و52 جزء من الثانية. زين بدت ريحة الكبريت بالدورة خرب روح أهلكم عبالك ريحة فلاش وقاصر خبط سوية إش راح تسوي بينا بس يلا خلي نموت. تعليق من أشتار تقول ماكو داعي يتعبون روحهم عادي وإذا اختنقنا وكم واحد يروح للمستشفى عادي مو فتشي مهم فدوة للوطن أهم شي يعني هم. تعليق من أم سرمد تقول والله مخنوقين الجو عبالك بيه ضباب ودخان الريحة فظيعة لا أحد صرح ولا أحد حكى ولا يهمهم وضعنا عادي ولا يمهم الشغلة بس هاي ضباب بدون يعني أخت ضباب وحدها أخت الصاد بس الثانية فظيعة صحيحة. خلصنا؟ خلصنا؟ أوكي.